يعني عن جد رجعت القوة الروسية السلادة رجعت على لبنان وبسم الله الحديدة ما أعرف قديه السيارة قوية قديه اليوم مناسبة لطرقات لبنان ما بصل لشي سيارة وطرقاتنا الحلوة كتير بلبنان بحاجة لهيك نوع من السيارات اللادة بعده شكلها كلاسيكي محافظة على كل شي فيها من السابق لهلا إذا بتشوفوا ناحية أمامية بعد المصابيح نفسها وحتى كل شي فيها بعده الشكل هو ذاته بس أكيد بموديل أجدد بقى هيدي اللادة رجعت اليوم على لبنان.